بكرة عندي ماس، ما لسه ما بدأناش. ما تقوليش ان ما رفش. محدش يقول لي ان الاسفل جايين تاني. لا احتمال يكون هاد. لا ما تفرقش بقى خلاص. ده اتبعتت امتى دي يا بابا؟ اما اما لا لا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ايه الاخبار؟ كله كويس؟ ايه اخبار الدرس اللي فات؟ الحمد لله. في حاجه صعبه في الدرس اللي فات ممكن الريفيجن عليها؟ لا طيب احنا ممكن نعمل ريفيجن بسيط برضه على الدرس اللي فات. احنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم على حاجه اسمها ايه؟ حد يفكرني؟ حاجه اسمها مومنت. مومنت بالظبط كده. راشنال ليكود. المومنت مومنت ايكوال ايه يا جماعه؟ الايكويشن بتاعتنا مومنت فورس تايمز ديستنس. فورس تايمز ديستنس. لا فورس تايمز بريبنديكولار ديستنس. يعني ايه فورس تايمز بريبنديكولار ديستنس؟ يعني انا لو عندي فور اكزامبل انا عندي بادي بالشكل ده باثر عليه فورس في الاتجاه داون ووردز. فورس الفاليو بتاعها 5 نيوتن. اوكي طيب البادي ديت كونكتد بي ارم. ارم يعني ممكن نقول مثلا ايه ستيك. يبقى انا كده عندي اللود. اللود دوت 5 في فورس 5 نيوتن داون وورد. وهنا في ايه بوينت. البوينت دي سميناها ايه المره اللي فاتت؟ اسمها بيفوت بوينت. بيفوت. اوكي البيفوت. يبقى لما جينا قلنا المومنت اراوند البيفوت ايكوال ايه؟ ايكوال الفورس اللي هي ايكوال تو 5 نيوتنز. اوكي مالتيبلاي باي وات؟ الديستنس. بيربنديكولار ديستنس. يعني ايه بيربنديكولار ديستنس؟ يعني ديستنس ويتش از بيربنديكولار تو ذا بيفوت. فور اكزامبل ديستنس هنا ايكوال 2 سنتيمتر. يبقى المومنت ايكوال كام؟ 5 تايمز 2 divided by 100 2 divided by 100. excellent excellent. يبقى انا عندي ال result equal ايه 10 divided by 100 0.1. what ايه ال unit بتاعتنا؟ نيوتن متر. excellent 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 يا عمار. excellent. طيب النهارده هنتكلم على درس تاني اسمه pressure between solids. يعني ايه pressure between solids؟ ممكن حد يقول لي يعني ايه بريشر بتوين سوليدز كده من غير ما يقرا التايبنج بتاعي اللي انا كاتبه؟ انا لو عندي نايف، النايف ديت ايه اللي بيميز النايف بتاعتنا؟ ان هي ايه؟ ان هي فيري شارب. يعني ايه فيري شارب؟ يعني الايدج بتاعها نزل لي كلام بليز. الايدج بتاعها از فيري شارب. يعني ايه فيري شارب؟ يعني ات كان كات ايزلي اني ثينج. اوكي يبقى ليه النايف بتاعتنا كان كات ايزلي؟ ليه؟ لو انا خدت بالي هلاقي النايف عباره عن ايه؟ الايدج بتاعها عامل ازاي؟ النايف بتاعتنا عامله ازاي؟ لو انا عندي نايف بالشكل ده كده وهي عامله بالشكل ده. اوكي دي نايف. الايدج ده هنا ايه؟ ده هنا ايه؟ عادي تقول تاني لو سمحت. النايف بتاعتي الايدج اسمه ايه؟ شارب ايدج صح؟ يبقى I can cut with this edge right but I can't cut with this edge not sharp. ايه الفرق بين ال edge دي edge A and edge B؟
It's sharper, so it could cut more faster and more easier. Okay, okay. But why Elamar? Why AG is sharper? Because it's more edgy and pointy. More pointy. طيب يا لامار، very good. حد غير لامار يقول لي يعني ايه pointy. Who wanna speak؟ Like sharp, yeah. مين اتكلم؟ ما خدتش بالي، sorry. Can you repeat please؟ I said it was sharp, like sharp. Sharp يعني ايه sharp؟ Sharp يعني ايه؟ انا عندي الايدج اللي هنا الايدج كان جو ذا ثرو بارتكلز ايزلي فيري جود. ليه؟ حد ممكن ياخد باله من النايف ان الايدج هنا الاريا اوف ذيس ايدج الاريا اوف ايدج اي السيم ها اريا اوف ايدج اي بيجر اور سمولر؟ بيجر بيجر اور اريا اوف ايدج بي؟ اريا اوف ايدج بي ايدج اوف ايدج اي از بيجر اور ايدج بي از بيجر؟ Which area is bigger؟ area of A. لا مش احنا قلنا is very pointy. A. مش لما قلت very pointy يبقى AGA is less than AGB صح؟ لو انا خدت بالي ان الشارب لو انا جيت بس بفيو من فوق هلاقي الشارب من فوق هنا AGB كده صح؟ اما AGA لو انا جيت بص عليها هلاقي very thin. Which one is bigger AGA or AGB؟ In the area again يا لامار. محمود انت بتقول حاجة؟ ادم حد بيقول حاجة؟ تاني انا عايز افهمكم الحتة دي مهمة very very important. لو هيفهم الحتة دي معايا هيفهم الدرس كله يبقى very easy بالنسبة لي. انا عندي نايف، النايف في has two edges HA and HB. Which one is bigger HA or HB؟ HB is bigger because it's kind of pointy. HA is less than HB. طيب حد شاطر يقول لي from first term pressure equal A equation of pressure pressure equal A very important force. أيوة force ها نرسم triangle force okay كمل force divided by area. Excellent ال pressure بتاعتي equal pressure equal force divided by area صح؟ force divided by area right. لو انا قلت انا عندي الفورس equal to 5 نيوتن اوكي area A اوكي هتبقى equal for example 2 متر سكوير for example and area B area B equal to 5 meter square. Okay؟ حد فاهم كده معايا لحد دلوقتي؟ يبقى انا عندي knife. Yes, but the force for A for B. نعم. The force for B is the same. Oh, the force is the same. This force is the same. Okay؟ فاهمين معانا كده يا جماعة؟ اللي مش فاهم يرفع ايده. عيد تاني. Force is constant. حد فاهم معايا؟ انا فاهمه. طيب حد عنده سؤال؟ طيب يبقى انا عندي تو ثينجز اهو تو سيناريوز عشان نفهم مع بعض السيناريو تو سيناريوز سيناريو نمبر 1 اند سيناريو نمبر 2 اوكي انا بعمل ايه؟ بشوف الفورس بتاعتي قلنا البريشر ايكوال فورس على الاريا. البريشر ايكوال كام فورس على الاريا؟ الفورس ايه؟ ان سيناريو 1 force equal 5 newton 2 5 over 2 area equal 2 out of 2 equal كام؟ ها 2.5 اوكي طيب ال pressure الناحيه الثانيه في area B الفورس كام؟ ثابته constant 5 out of 1 5 divided by 5 equal كام؟ equal 1 ها 1 which pressure is bigger pressure if I use HA the first one pressure if I use HA or pressure if I use HB pressure on HA very good
then if I use them, if I use the knife with using edge A, I will get more pressure. More pressure يعني إيه يا جماعة؟ يعني إيه pressure؟ يعني more pressure؟ يعني I can cut easily. صح؟ More force. More no, the force is constant. Pressure حاجة والforce حاجة تانية. الforce ده حاجة بستخدمها عشان أطلع pressure. أوكي؟ طيب يبقى أنا هنا إيه اللي اتحكم في pressure؟ إيه اللي اتحكم في pressure تاني؟ The edges and the area of the edges. Area of edges. Area of edges. يبقى إذا pressure is A is bigger, P A is A is bigger. Yes, 2.5. 2.5. Why is bigger? Because area is A is smaller. Because 5 out of the pressure of it is more bigger. Right? يبقى pressure A is bigger because area is smaller. صح؟ Bigger. لا تاني احنا اتلخبطنا تاني. يا جماعة نفهم مع بعض. Please نرد تردوا عليا. اللي مش فاهم حاجة يقول. Sorry. دلوقتي أنا عندي two cases. Case number A and case number B. Case number A when I use it, which is area is what is equal to meter square. أهو. اهو ممكن اعمل لكم هايلايت تاني عشان نركز مع بعض. 2 متر سكوير اهو. اريا بي 5 متر سكوير. واحنا عارفين الرول بريشر ايكوال فورس على الاريا. طيب كيس نمبر 1 اخدت الاريا ب 2 او 2 متر سكوير. كيس نمبر 2 الاريا ايكوال 5. انتوا شفتوا الارقام طلعت اهي قدامكم. انا ما عملتش حاجه. لما عملنا 5 ديفايد باي 2 ايكوال 2.5 ادي بريشر A. صح؟ ولما عملت 5 باي باي 5 ايكوال 1 بالارقام زي ما انتم شايفين ان بريشر A از بيجر ذان بريشر B. واي؟ بيكوز اريا A از سمولر ذان اريا B. اريا B. اريا B. مين فاهم؟ انا فاهمه. اوكي يا لامار. لامار وادم بليز يعني ويت فور ا مينيت. اذر ستودنتس محمود يوسف ادهم بيلار رفعت حد حسن حد رد عليا حد yes. عنده سؤال؟ yes. طيب اللي عنده سؤال يرفع ايده واحده واحده مع بعض. raise your hand if you have any question. I have no questions. حالة مستر انسر اتفضل يا رفعت. هو هيجيلي في الأسئلة وهيفضل يقولي لو الاريا زادت ده هيأفكت بس لو الفورس زادت ده هيأفكت برضك يعني بوزيتيفلي ولا نيجاتيفلي. انت منين يا رفعت؟ مصر؟ من مصر ولا بره مصر؟ لا من مصر. طيب بص يا جماعة احنا هنا مش بندرس عشان الامتحان. اهم حاجة تفهم الامتحان هيجيلك بيزد على الفهم بتاعك. اوكي؟ فانا بسال على السؤال يعني لو سؤال جالي عن السؤال دلوقتي انا مش بسال انا دلوقتي مش في اكسرسايز. انا بحاول اوصل لك المعلومه عشان تبقى انت عندك الفكره الايديا. يو ماست اندرستاند ذا ايديا. اوكي الفيزيكس از اول اباوت اندرستاندينج نوت اباوت سمرايزينج. اوكي يو ماست اندرستاند. اوكي يا رفعت ماشي. انت دلوقتي فاهم اللي انا قلته؟ فاهم ان البريشر equal force على الاريا صح؟ وعرفت ان البريشر ها بيحصل لها ايه؟ صح it بت increase pressure. ها قول معايا pressure ايه؟ increase ها when ايه؟ when area ايه؟ decrease. صح؟ pressure. ايه رايك؟ هي دي الرول pressure increase when صح. area decrease and pressure decrease area increase when increase. area increase بس كده. فهمت الرول دي؟ فهمت الرول دي انت كده قدرت تستوعب الدرس كله. It's very easy. هو يا one paper you can summarize all the lesson. اوكي؟ حد عنده سؤال تاني؟ من الامتحان هنحل مع بعض اسئله كتير ان شاء الله قدام. لما اخلص اليونت هنحل مع بعض اسئله كتير بس حاليا انا عايزك بس تفهم الايديا. And if you get a paper and a pen and write with yourself for one minute only this paper again you will understand it. وممكن بقى تشينج ارقام يعني ممكن تخلي الفايف الفورس زي ما هي 5
خلي بقى اريا زي ما انت عايز وشوف البريشر عامله ازاي معاك. اوكي تيك اباوت 1 تايم فروم يور تايم. ماشي يا محمود؟ طيب نكمل okay. تاني. يبقى قلنا ايه؟ If the clay is difficult to cut then we need to increase the force on the knife او use sharper knife. يعني انا لو عندي حته clay clay تينا عايز اقطعها بالنايف حاجه عندي تو ايه؟ تو سيناريوز اما increase the force او use sharper knife. يعني ايه sharper knife؟ يعني اريا ايه؟ نكمل مع بعض. بنقول ايه؟ لو قلنا sharper knife يعني ايه؟ يعني اريا ايه؟ اريا decreased. اوكي؟ اريا less area. Yes very good. يبقى sharper knife يعني less area. يعني ايه less area؟ يعني زودت البريشر يعني اقدر I can cut easily. بيقول ايه هنا؟ sharper knife means that it has less surface area in contact with the clay. اوكي؟ So when we decrease the surface area the pressure ايه؟ increase. اهو when the area decrease ايه اللي هيحصل؟ the pressure ايه؟ the pressure increase. Very good. Very good. طيب if the area increase the pressure ايه decrease. نفس الفكر. يبقى احنا كده يبقى احنا عارفين ان pressure equal force divided by area. اوكي ده اللي احنا ايه اخدناه النهارده. pressure equal force divided by area. اوكي when the pressure increase the area ايه area decrease. ماشي يا لامار. اوكي محمود انا اسمع صوتك النهارده. محمود شاهين ما اتكلمتش خالص النهارده يا حبيبي. محمود ده فاهم؟ محمود شاهين فاهم؟ يس. تعبان تعبان النهارده يا حبيبي؟ ما اتكلمتش خالص النهارده معايا ليه؟ طيب اوكي ماشي. يبقى احنا قلنا فورس از ميجر ان وات؟ ان نيوتن. دي نيوتن بتاعت الفورس. نيوتن. اوكي اريا از ميجر ان وات؟ ان متر سكوير. But the unit of measure, the unit of measuring is unit newton per meter square. أنا عندي surface area هو area هي كبيرة وعليها pressure وعليها force. يبقى pressure equal what? Equal force divided by area. Okay? Okay? Okay. محمود يوسف أحمد okay. باسل بيلار رفعت حلا حلا مع بعض يا جماعة مركزين معايا. في حد lost his yes. concentration. Yes. Yes. Okay. Okay نكمل yeah. مع بعض. طيب ده الرول بتاعتنا اهي لسه شرحنا من شويه. قلنا ايه؟ قلنا بريشر ايكوال فورس ديفايد باي اريا وقلنا ان الفورس ان وات؟ فورس ان نيوتن اهي. اريا ان وات؟ ان متر سكوير. اوكي واليونت اوف بريشر نيوتن ديفايدد باي متر سكوير ار 2 باي متر سكوير. اوكي طيب لو جالي اليونت ان مثلا ان الاريا ان سنتيمتر بحولها انتو متر سكوير. طب حد يعرف ازاي احول من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير؟ ال 1 متر سكوير عايز احولها فيها قد ايه سنتيمتر سكوير؟ نحول من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير. 1 متر سكوير هاو ماتش سنتيمتر سكوير؟ 100 سنتيمتر 100 سنتيمتر. لا مش انا مش انا اعرف ان ال 1 متر ايكوال 2 100 سنتيمتر 0.1 متر سكوير. صح صح ولا غلط؟ ال 1 متر ايكوال كام؟ ال 1 متر ايكوال قد ايه؟ ايكوال 100 سنتيمتر. طب ال 1 متر سكوير ايكوال 100 سنتيمتر سكوير 0. صح ولا غلط؟ صح. حد خد باله من الموضوع ده قبل كده؟ تاني لو قلت 1 المتر ايكوال 2 سنتيمتر. طيب يبقى ال 1 متر ايكوال هاو ماتش سنتيمتر؟ 100 سنتيمتر. صح. يبقى المتر سكوير اللي هي 1 سكوير سنتيمتر سكوير 100 سنتيمتر سكوير. احنا خدنا الباور في الماث جريد 7 وجريد 6 اوكي فاكيد فيزيكس بيكمل الماث لازم ناخد بالنا من باور. دي فيري امبورتنت. اوكي فيري امبورتنت ذيس كونفرجن. حد فاهم معايا حاجه؟ يس اوكي انا فاهمه. اوكي حد عنده سؤال؟ نفصل ليه ده؟ نفصل ليه؟ حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ طيب نكمل.
طب انا حبيت عايز اعرف لو هو اللي هو قال لي الفورس ايكوال وات، الفورس ايكوال وات، الفورس ايكوال بريشر تايمز اريا، فورس ايكوال نيوتن. بريشر تايمز اريا فروم ذيس ترينجل، صح؟ طب الاريا، صح. اريا ايكوال فورس ديفايد باي بريشر، فورس ديفايد باي بريشر، والبريشر ايكوال فورس ديفايد باي اريا. يبقى الترينجل ده بالنسبه لنا سهل ولا صعب؟ صح. في اي مشكله؟ في اي نو مشكله؟ بليز، في اي مشكله معايا لحد دلوقتي؟ طيب اوكي، في اكسرسايز بقى عايزين نساله مع بعض. لو هو قال لي الاريا، اريا از ايكوال تو 2 سنتيمتر سكوير اند اي نيد تو كونفرت انتو متر سكوير، بعمل ايه؟ او 2 سنتيمتر سكوير ديفايد باي 100. نو، 2 سنتيمتر سكوير ديفايد باي 100 سكوير، متر سكوير 100 سكوير، ده هيديني ايه؟ هيديني ايه؟ هيديني الرقم 0.02. اوكي، ان متر سكوير. اوكي، بس اتس فيري امبورتنت تو اندرستاند ذس اريا ان متر سكوير، اريا ان ان متر سكوير، متر سكوير فورس ان ايه؟ نيوتن، فورس ان نيوتن، ان نيوتن. اكسلنت يا محمود، صباح الخير. يبقى بريشر يونت ايكوال وات؟ بريشر يونت ايكوال ايه؟ نيوتن متر سكوير ديفايدد باي متر سكوير، متر سكوير. حد عنده سؤال؟ نو. خلصنا كده، خلصت الدرس بتاعي النهارده. لو حد عنده اي سؤال انا معاك. نو. حد فهمنا النايف يعني ايه؟ وهمنا ليه النايف هاز ان اب ان شارب ايدج؟ يا اوكي، طب نكمل. اوكي، يس. في بعض الاكزامبلز عندنا فروم اور ديلي لايف، يعني ايه الكامل فيت؟ حد خد باله الكامل فيت عامله ازاي؟ كامل فيت از فيري ايه؟ هاز فيري هاي سيرفيس اريا، صح؟ يا صح، ده الكامل فيت. طب ليه الكامل فيت هاز فيري بيج سيرفيس اريا؟ شو ده كامل؟ عشان ما عملش شينكينج. واحدة 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 واحدة، نتكلم بالراحة. ليه الكامل هاز فيري بيج سيرفيس اريا؟ So the camel will not sink in the sand. Okay, very good. Okay, بس نتكلم يا لامار ايه يعني مور ايه؟ يعني مور ارينجمنت. طيب يعني ايه؟ انا لو عندي كامل مثلا، الكامل ده ماشي في الصحراء، الصحراء دي عباره عن ايه؟ عباره عن ساند. يبقى انا I want to prevent this camel from ايه؟ from going down in the sand. Right? So it must increase the surface area. لما بيحصل increasing the surface area ايه اللي بيحصل في البريشر بتاعت الكامل؟ ها؟ decreases. لو حد عنده عربيه لاند كروزر طلع بيها في الصحراء، ناخد بالنا العربيه لاند كروزر هاز فيري ايه؟ هاز فيري بيج 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 ويلز، صح؟ فيري وايد ويلز. ليه؟ عشان ديكريز البريشر. يبقى قلنا ايه؟ ذا بريشر اون ذا ساند از ديكريزد. اوكي؟ سو ذا كامل هاز هاي سيرفيس اريا اند ذا بريشر وات؟ ديكريز. اوكي؟ حد عنده سؤال؟ تمام. حد راح اللي شاف السباكات السيرك شاف a person lying on in what in some nails؟ حد خد باله من الصوره دي قبل كده؟ ايه اللي بيحصل عندي هنا؟ في a person is sleeping on many nails sharp edge nails. ايه اللي بيحصل؟ هل ممكن يحصل له حاجه ال person دوت؟ نو. ليه؟ لان ال person زي ما احنا شايفين his body is what is fully rested on all the nails. So the pressure is what is separated on all his body, on all his surface area. Okay? So each nail has a sharp pointed head. So the person is lying on 100 of nails, not only one nail. Okay? So the weight of this person is divided on all nails. Okay? فاهمين؟ يبقى دي تريك برضو احنا ممكن نعرفها. لما زود ال surface area بتاعت his body on all nails، ايه اللي حصل؟ His body is not hurted. اوكي. حد فاهم حاجه معايا؟ اوكي. انذر اكزامبل، لو انا عندي بين شارب بوينت، البين شارب بوينت حد فكر بكده يستخدمه؟ يوز ان اني وودن بيس، ذا بوينت هاز سمول اريا زي ما انتم شايفين، ذيس فيري سمول اريا، فيري فيري سمول اريا، تايني اريا. يبقى سمول اريا ايه اللي هيحصل للبريشر؟ ثانية لامار، very small area. ثانية لامار، ثانية لامار، very small area. ايه اللي هيحصل للبريشر؟ pressure increases. Pressure increases very good. Pressure will increase. ليه؟ because the area is very low or pressure area is decreased.
So the pressure is increased. So the pin will go on. طيب السيزرز ده حد شاف سيزر قبل كده؟ سيزر برضه السيزرز سيزر arms has very sharp edges. So when the area decreases the pressure what increase and we can cut the papers of the scissor using the scissor very easily. Okay? Okay? يبقى انا اخذنا 3 examples النهارده. اخذنا ايه؟ اخذنا camel feet. اخذنا person sleeping on some nails, many nails. اخذنا pin sharp point and اخذنا scissors. يبقى 4 ايه؟ 4 examples. Okay? كل example من دول بيقول لي ال effect او relation between pressure and area. اول example عندنا camel feet. Camel feet has very big area, so the pressure decreases. Why? To avoid the camel from sinking in sand. اول ايه؟ اول حاجه. تاني حاجه عندي a person laying on a bed of nails. اللي حصل the weight of this person is divided on all nails and the person pressure on all the nails is very small. Okay? معايا؟ تالت example. البين has a very small area and this small area increase the pressure so we can the pin will go into the wood easily. معايا محمود؟ تمام. اخر example scissors. The blade of the scissors is very sharp. يعني ايه very sharp؟ يعني has very low area. يبقى كل ما الحاجه كانت sharp كل ما الاريا بتاعتها حصل لها ايه الاريا بتاعتها؟ مين يجاوب؟ كل ما الحاجة كانت شارب ايه اللي هيحصل للاريا؟ decrease. كل قال decrease هو فاهم معايا الدرس كده النهارده. Very good. Thank you. Thank you. طيب نحل مع بعض example. اول example مين هيحله معايا؟ ايه؟ طيب واحدة واحدة. نرفع ايدينا كده. Please. Can anyone raise your hand? يلا يا رفعت. اقرا السؤال ونحل مع بعض يلا. Imagine an elephant standing on 4 feet. The weight of the elephant is 50,000 newtons. اوكي يبقى اول حاجه ثانيه واحده ثانيه واحده رفعت رفعت ثانيه واحده يا حبيبي انت كنت معايا قبل كده؟ احنا قلنا دايما ايه؟ لما اجي اقرا لما باجي اقرا اي وورد اكزامبل بعمل ايه؟ بقرا كل الكلام واجي عند اول بوينت واقف. ليه؟ هو هنا اداني جيفن. جيفن هيفيدني في ان احل الاكزامبل. قال لي ايه؟ Imagine an elephant. Okay. Standing on 4 feet. Very good. The weight of the elephant is what? Is 50 newton. اهو. يبقى اول حاجة نقطة يبقى اكتب هنا في الجيفن بتاعتي force equal to 50 newton. اوكي يا رفعت؟ يلا بينا نكمل. The total area of all feet is 0.4 متر سكوير. يبقى الاريا what is it equal 0.4 متر سكوير. ثاني خلي بالنا من يونتس. ها تمام. what is the total pressure that the elephant exerts on the ground. عايز اعرف البريشر. بريشر ايكوال كام؟ فيري جود. طيب انا عارف البريشر. يلا كمل حلقه انا احلها معاك. يلا اتفضل. بريشر ايكوال فورس اوفر اريا. فورس ديفايدد باي اريا يعني ايكوال كام؟ 50,000 divided by 0.4. اوكي هيطلع كام معاك؟ حد عنده كالكليتر؟ حد معاه كالكليتر يحلها؟ تقريبا 125,000. اكسكيوز مي 125,000. فيري جود 125,000. اوكي ايه اليونت؟ كده غلط كده لسه ما خدت الاكزام. متر متر سكوير. ده ايه؟ خلي بالك ده التوتال بريشر. طب لو انا قلت عايز اعرف البريشر اون 1 فيت هعمل ايه؟ بريشر اون 1 فيت مين هيقول لي؟ ده البريشر اون 4 فيت ديفايد باي 4. اكسلنت اكسلنت. طيب السؤال اللي بعديه مش المفروض انا اللي بحب. معلش يا حبيبي عايش عايش. اوكي نو بروبلم. لامار بليز يا لامار ليتس ريسبكت اور كوليج.